الرياضي بيروت بطل لبنان للمرة ال 12 في العصر الحديث، للمرة ال 25 بتاريخه الرياضي بيروت بفوز بلقب بطولة لبنان بعد انهائه سيريس 4-1 على حساب فريق اليو بي اي. بمس بطولة لبنان لكرة السلة عم تنتهي بقاعة صعب ستان بالمنارة للمرة التاسعة بتاريخ نادي الرياضي بيروت في العصر الحديث بعد 93 97 2005 2006 2007 2009 2010 2011 الرياضي بيروت سيتوج بملعبه بقاعة صعب ستان بالمنارة، رح يفوز باللقب ويحافظ على لعبه اللي فاز فيه الموسم الماضي بسيري نهائية أمام فريق الحكمة، هالسنة أمام الفريق الجبيلي أمام فريق اليو بي اي. هيدا أول كاس اللي رح يرفع جوع عبد النور بالمباراة. رح روح يعني رح نجرب ناخد مقابلات، ما بعرف اللاعبين قد ايه رح يقدروا يكونوا معنا بوقت عم يحتفلوا بأرض الملعب. إذا فادي الخطيب وإسماعيل أحمد وبنط فوقهم وائل عراجي. فادي رح جرب ياخذ مقابلات على الواقف، رئيس نادي الرياضة أستاذ هشام زارودي كمان مرفوع. إسماعيل يعني فوز بلقب بطولة لبنان مش غريب عليك، لكن شو كان طعمه بالنسبة لإسماعيل أحمد بهالموسم؟ تعليلي كان لبناني هلا مش خايف. صحيح. انه الحمد لله يعني انه تعب الفريق ما راحش على الفاضي في الاخر، انه في الاخر التعب اللي حققناه طول السيزون، بلشنا تمرين بسبتمبر تقريبا، فلغايه دلوقتي كل ده تعب. فريق بيه فريق كثير جريت، بيلعب باسكت بول عالي زي ما قلت لك قبل ما نبلش الفاينل، هتبقى كلها على الديفنس، وده اللي النهارده خلينا نربح الديفنس. مبروك للرياضي، هارد لك لبي بلس وزي الجيم. شو رايك بوائل عرقجي؟ الله يحميه الله يحميه وائل. اكيد من لعيبه الطراز العالي، بعده صغير اكيد بده خبره، ما يمنعش ياخذ الخبره معنا في هيدا الفاينل، والله يوفقه في الكارير تبعوله. وائل يعني انا برايي انت واحد من الاسماء اليوم اللي غيروا المباراه، شفناك عم تعمل ديفنس مخيفه على جاي يونغ بلاد، عملت مباراه كبيره، شو رايك بالفوز باللعب هالموسم بالنسبه لك كلاعب بهالعمر؟ الحمد لله هي ثاني سنه بربحها على التوالي على بطوله لبنان، صار لنا فتره كثير عم نشتغل هذا الشيء. خسرنا الجيم ببي بلس، ما يعني شيء، يعني احسن في اكبر فرق بيخسروا، بس الفريق الكبير هو اللي بيعرف يرجع يعمل ادجستمنت بيربح البطوله، والحمد لله كنا مركزين كثير منيح، كنت صراحه مركز على الديفنس كثير لنقدر نوقف جاي اوملود، والحمد لله قدرنا كلنا نعمل شيء، يعني علي محمود وجا كلنا قدرنا نسكر عليه منيح، والحمد لله ربحنا اللقب. بعد بطولة لبنان وائل عرقجي وين؟ يعني بالان بي اي درافت 2015 بعد بطولة لبنان في منتخب لبنان ان شاء الله نربح غرب اسيا وبعدين نفكر بالان بي اي درافت. بدي اقول لك كمان ال بي سي حضرت لك كل الفيديوهات اللي رح تاخذها معك للي اس بي ان، بدي اشكرك اكيد وائل. فادي يعني فادي يعني بالمباراة السابقة شفنا فادي الخطيب منه مرتاح، اليوم فادي الخطيب فرج جميل، فادي الخطيب بكل معنى الكلمة، أرقام مخيفة أنا ما عندي شك. دبل دبل نقاط وريباونس، أنت بتعرف فادي الخطيب اسمه لغيات. فادي خبرني شو طعم الفوز بلقب بطولة لبنان من جديد بالنسبة لك؟ يعني أول شيء الحمد لله هذا مجهود الكل، مجهود هالجمهور الرائع أول شيء، لأنه هو اللي أعطانا الدفع بمجهود الجهاز الفني واللعيبة كلها. اليوم كنت فايت أنا ومركز، قلت لهم بعد جيم اللي خسرناه بقلب بيبلوس، قلت لهم لما تشوفوا فادي اول دقيقه على الملعب رح تعرفوا انه الجيم انتهى. الحمد لله ورا مره وعدت ولا ما اعطيت. اليوم كان جيم قدمته وكنت مصر انه نربح، وهذا الشيء اهم شيء اليوم لنا. على كل حال كمان بدي اقول لك انه الجمهور اختارك افضل لاعب بالمباراه اليوم، ريبا بلاير اوف ذا جيم، كمان استفاد اكس فاكتور بلاير اوف ذا جيم كان اللاعب وائل عرقجي، رئيس نادي الرياضه استاذ هشام جارودي. استاذ هشام كل سنة يعني مش غريب عليكم الفوز بلقب البطولة، لكن بالنسبة لرئيس نادي الرياضة استاذ هشام جارودي شو بيعني له الفوز بسنة 2015؟ يعني أنا كل شيء بقوله إنه كرة السلة بعدها بألف خير. صحيح. والحمد لله اللي في فرق عم بتنافس واللي عم تعطي نتائج واللي عم تقدر توصل للبطولة إلى أوجه. نحن اليوم عم نفرح ببطولة جديدة للنادي الرياضي، كل الجماهير كانت عارفة انه اليوم الفريق على ارضه ممكن يربح بيقدر يربح، بس ما في شك انه انا بعترف الفريق الثاني الخصم فريق قوي
وفي فرق صار بالدرجة الأولى قوية، وإن شاء الله كنا نسلي إلى تقدم وإلى توجه للعب خارج لبنان ولانتصارات عربية وأسيوية. أنت ظهرتنا رح تكون ضيف بحلقة إنسايد جيم الساعة 5:30. أنا بدي أشكرك أكيد. شرف إلي. ومنشوفك على راديو والجمهور كمان. مبروك لكل اللبنانيين. مبروك إذن أستاذ هشام جارودة كابتن فريق الرياضي جان عبد النور. جان يعني مثل ما قلت لكل زملائك يعني مش غريب لكم الفوز بلعب البطولة، لكن شو يعني لجان عبد النور الفوز بلعب 2015 بالسريع أمام اليوبي 4-1؟ أنا أول شيء هذا بعتقد الفوز بيعني كتير، لأنه ما بعرف إذا أول مرة بتاريخ كرة السلة إنه نعمل دوبلي سنتين ورا بعض، فريق ذات فريق بيعمل شباب بنات، فهيدي كمان هيدي تاني سنة مظبوط على التوالي، فكريدت كتير كبير. يعني كنا عم نحكي نحن قبل ما تبلش جيم بثلاث ساعات وفول الملعب، عم نحكي الشباب إنه حرام ما نعمل بيرفورمنس كتير كبير قدام هيك جمهور، وكريدت كتير كبير للجمهور أعطانا بوش، وكريدت إنه للكوتشنج ستاف وللكل عملنا أدجستمنت من الماتش الماضي خسرنا لنربح فريق 20. بس بدي شغله بعرفها رح تضحك، صاحبنا فيصل انا وعدته هدي البطوله اذا ربحنا على البي سي بهديها للبطوله، وشكر مظبوط وشكر كثير كبير للاداره اللي عندنا اللي بتقدم استابيليتي، من كان استاذ هشام جارودي لابنه تمام وحاج مازن الكل، يعني ما بدنا ننسى حدا من وراهم نحن هون كل سنه، ان شاء الله كل سنه لقدام كتر خير الله ربحنا اليوم، وكمان بدي هذه البطوله لاهلي اللي دائما هن وراي ولهالجمهور الحلو. شو بدي اقول لك مبسوطين كثير مش عم نقدر نحكي، بس كثر خير الله خلصت وربحنا. هلا عنا منتخب مبروك يا جا، اكيد المنتخب اللبناني كمان له حصه كثير كبيره بالهيدا. رح اجرب اخذ زميل تريان ببعض المقابلات السريعه اذا تريدوا. احتفالات اكيد بارض الملعب. Ryan, Fadali. Elijah, first of all, congratulations. Thank you. What would you like to say at the end of the season, now that you are crowned champion? You know, we battled through a lot at the end of the season, and I'm glad that, you know, we got a championship. This looks like a very promising future for me here at Riyadh. Thank you, Elijah. والشيخ وليد عسام راعي هذه البطولة والسادة النواب الكرام ورؤساء الناديين بيبلوس والرياضي، يعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة عن فوز نادي بيبلوس وصيف بطل لبنان. رح جرب كمان بهالوقت كون مع زميل ترجان والمدرب سلوبودان سوبوتش، هناخد اول انفعالاته بعد فوزه بلقب البطولة. يتقدم Coach, it's your back-to-back title here in Lebanon. What would you like to say after this amazing game for Riyadh today? I want to say that we always, something that I said last year, we always win here on the court. We don't ask for excuse for the referees. We don't sell foreigners players to hit somebody, to create problem. We are not answering. I'm personally, I'm not going to TV or newspaper to apologize. We are working here, and this is the result. But this is the result of my player. What would you like to say to those fans? Also, they're today in all the game, there was a six player. So I want to congratulate also and let them enjoy this win. Thank you, coach. Jeremiah Massey, Kamed, Hakun, Ryan. Jay, what would you like to say right now? What do you feel? I'm just happy. I mean, it's my first championship in Lebanon, and I'm happy for my teammates, and I'm happy for myself, and my coaches, and our fans. What do you think about the game you presented today? It started off tough, but we stuck to what we practiced, and we got it done in the end, and we're just happy for the win. Are you looking forward to stay in Lebanon? I would like to, but you never know what the future holds, so we'll see what happens. Thank you, Jay. إذن رح كون مع مازن طبارة. مازن، بعرف اللقب الأحب على قلبك مدير فريق الرياضي، بتحبوا كثير هذا اللقب، مبروك لكم فوزكم بلقب بطولة لبنان للمرة الثانية على التوالي، للمرة 25 بتاريخ النادي الأصفر. خبرني شو أول انفعالاتك بعد فوزكم باللقب؟ هذا اللقب كثير حلو، لأن اللقب 25 لهالجمهور الحلو، في كثير من جمهورنا ما قدر يجي يحضر اليوم، بس شفت الملعب كثير معبى، أنا بهدي لك كل هالجمهور اللي ما قدر يحضر على أرض الملعب. يعني في ناس من سعد نايل، في ناس من البقاع، في ناس من الجنوب، من الشمال، كلهم ما قدروا يحضروا، هذا اللقب بهديهم اياه لهم.
شو هلا اهدافكم الجديده رح تكون بعد فوزكم؟ اكيد هلا رح تحتفلوا وتنبسطوا بعرف، بس شو اهداف فريق الرياضه؟ بعرفك تشتغل دائما لقدام. نحن كنادي الرياضه دائما بدنا نضلنا نحافظ على هذا اللقب، ونجرب نخلق كمان دوره برا نقدر نشارك فيها ان شاء الله. بدي اشكرك اكيد مازن باخذ نائب رئيس نادي الرياضه استاذ تمام جارودي. تمام، يعني من ايام قليله لقب بطوله لبنان للسيدات، اليوم لقب بطوله لبنان للرجال، جمهور كثير كبير اليوم كان عم يوقفكم بالمباراه، شو ردت فعلك الاولي؟ اول شيء بدي بارك للبنان لثاني سنه على التوالي عم تخلص البطوله، الحمد لله هذا اهم شيء. بنصدق بس تخلص البطوله بننبسط بس تخلص الحمد لله. لا تاني لانه جد يعني يمكن في عالم ما بتعرف قيمه الباسكت بول للبنان، نحن من الاشخاص اللي بنعرف قديش، عشان هيك عم نعطي من كل قلبنا ومن كل وقتنا لهاللعبه. الحمد لله الحمد لله عم اقدر ابيض وجه لبنان، لانه الفينال مثل هيدي كثير ناس قالوا هيني ما هيني وكذا، اثبتت انه بصعوبه اللي ربحناها ما كانت هيني ابدا. اكيد جابوا بايا اليو بي اي على موسم رائع، على موسم تاريخي لهم، بعضهم عم يطلعوا السلم درجه درجه، يعني اذا بكفوا بهالطريقه اكيد يعني هي قصه وقت امتى حيربحوا البطوله. نحن شغلتنا نجرب نصعبها على الانديه كلها بالماكسيمو انه يقشرونا البطوله. نحن كل شيء عم نعمله عم نعمل شغلنا، عم نقاتل وعم نتعب وعم نشقى. هون تحيه كثير 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 كبيره من القلب مشتاق له والدي لهشام جارودي، اللي انا شخصيا يمكن غيري ما بيعرف قديش قد اكيد ما حدا بيعرف قديش عم بضحي عن جد لهاللعبه من صحته من وقته من ماله. يمكن عيب الواحد يحكي هيك بس هالشيء لازم ينعرف عنه. صحيح. الحمد لله نحن ما خذلنا، وعدناه انه حنحقق البطوله ووفينا. نحن ما فيك الا ما تحيي هاللاعبين الكبار اللي سنه بعد سنه بعد سنه عم يفرجوا انه بعدهم عندهم هالجوع للبطوله، لانه they are عن جد winners. وهالجيل الصاعد كمان الحمد لله عم بيعطينا عم يطمننا بين انه في استقرار بالنادي الرياضي، وان شاء الله على طول بنبيض وجه لبنان بالباسكت بول. نحن على كل حال والدك رح يكون معنا نهار الاثنين لايف بحلقه انسايد جيم. بدي اشكرك اكيد تمام، يعطيكم الف عافيه وتايكو كثير على ال بي سي. تايكو لك تمام رئيس نادي الرياضي عمين حمل. بوقت هون الماتر غسان فارس الظاهر عنده شيء يقوله، تفضل ماتر. يعني قال كان عم يقول تمام مهم انه انتهت، صرنا نخاف انه ما تنتهي، كنتوا خايفين على هالشيء؟ لا كانت نهايه حلوه بالرغم من الصعوبات اللي اعترضتها. انا هون بدي بنهايه هالبطوله اشكر الانديه واشكر كل اللي تعبوا بهالبطوله، خاصه الحكام حكامنا الدوليين يلي بيشكلوا مفخره لبنانيه، خاصة الحكام يلي بدون يمثلونا بتحكيم بأوروبا وبأمريكا وبالإم بي اي، خاصة الحكام رباح نجايم ومروان ايجو وبولس ايم وبقية كل الحكام يلي بكن لهم كل احترام وتقدير، وأثبتوا أنه كل الحكام على مقدرة كبيرة من الكفاءة والمهنية العالية. بدي أشكرك أكيد ماتر غسان فارس. بياخد رأي كمان من فريق اليو بي اي محمد إبراهيم حدي. يعني زبطت معك مش بيل بس ما زبطت معك ببيروت، اليوم الرياضي قدم مستوى كتير كبير من أول جيم، كان واضح قدي بده يربح ويخلص المباراة على أرضه. مثل ما قلت لك غياس قبل انه هذا الجيم حيكون كثير فيزيكال من اول ماتش، بس يعني رياضي يو نو فريق عريق وصار له بهاللعبه سنين وبطل سنين، سو اول يو هاف تو از ريسبكتد. كانوا منيح هن اليوم على الدفاع اكثر احسن منا، عملنا اخطاء اول شيء عملوا فرق 10 نقط، والرياضي بس يعمل هذا الفرق 10 12 نقط صعبه ترجع سبيشلي على ارضه. على كل حال كان تحدي رياضي حلو، عملنا فينال حلوه. بعتقد هاي الشغلة اللي حكينا فيها وقتها انه لازم يربح الرياضي بجبال، عمل شوي هيك يعني ناس كثير اكشن بس كمان غياس حرام هيك كثير ناس يعني فسروها كيف بدهم هن على طريقتهم وعملوا منها بلبله طويله عريضه وما بدها هالقد، يعني كله تحدي رياضي. وعندي كل احترام لنادي الرياضي والف مبروك وهارد لك لنا معلم، احنا هيدي خامس سنه بالدرجه الاولى غياس. على كل حال هون محمد بدي اقاطعك، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب حريو عم يسلموا كأس بطولة لبنان لكرة السلة لرئيس نادي الرياضة استاذ هشام جارودي يلي بيرفع الكاس، يلي رح يرفع الكاس هيدا كأس بطولة لبنان لسنة 2014-2015. كابتن فريق الرياضي شو عبد النور هو رح يرفع كأس بطولة لبنان لكرة السلة. كابتن فريق الرياضي شو عبد النور بيرفع الكاس بالعالي، الموسم عم ينتهي، فرحة كثير كبيرة. عم نشوف كمان استاذ نبيل حواط الداعم والرئيس الفخر لنادي بيبلوس يلي عم يزقف. هيدي هي حلوة الروح الرياضية تكون، التحدي الرياضي كثير حلو، لكن بالنهاية لعبة كرة سلة لعبة محبة فيها
الفائز وفيها خاسر. الفائز هو نادي الرياضي بيروت بطل لبنان. المركز الثاني بروح لفريق اليوبائي، المركز الثالث لفريق الحكمه. 22 ايار فريق الرياضي عم يفوز بلقب بطوله فهد الخطيب، عم يفوز الكاس. هيدي مش المره الاولى اللي فهد الخطيب بفوز كاس فيها ب 22 ايار. بنذكر سنة 2004 نهائي بطولة أندية آسيا بين الحكمة والوحدة السوري، كان بنفس التاريخ. كمان رفع الكاس بعد فهد الخطيب. سبوبود أزروتش عم يرفع الكاس. رح ناخذ كمان بعض المقابلات مع زميلنا ريان مسلم بشكل سريع قبل ما نختم نحن وياكم الهوا. فرحة كثير كبيرة واللاعبين والجهاز الفني، الكل عم يرقص، الكل عم يحتفل مع جمهور فريق الرياضي يلي عم يشجع بأقصى قوة. والعراقجي الكأس محمول، أمير سعود بيحمل الكأس. أمير عم ينفعل بعد ما حمل الكأس وفاز بالبطولة. جمهور الرياضي عم ينزل على أرض الملعب. رح انتقل لزميلتي رجاء مسلم، رح تاخذ مقابلة من مدرب ديناد بوشريتش. كوتش، first of all, hard luck. What would you like to say at the end of the season and after the good series that UBA presented in the final? Look, the best team really this year won. They are the team that only had two losses in a regular season. They were the most consistent team. We tried, did a pretty good job, you know, but in the end, you know, they deserve to win. Thank you, coach. Hard luck. يعني كمان المدرب ديناد بوشريتش معنا رايه. الوقت ما بعد فينا ضاين لنقدر نكمل معكم على الهواء لانه الجمهور نزل على كل الملعب. احتفالات بارض الملعب من قبل اللاعبين والجمهور والكاس المرفوع اللي عم ينتقل من لاعب لثاني بفريق الرياضي. كمان رح اخذ مازن منيني مع زميلتي ريان. مازن، يعني قدمتوا سيري كبيره، شو حابب تقول باخر هالموسم وباخر هالسيري؟ اول شيء اكيد بدي ابارك للنادي الرياضي انه ربح البطوله، اكيد بيستحقوها. نحن عملنا كل شيء بنقدر نعمله والحمد لله قدرنا نوصل الفريق بيبلوس لهون وصيف بطل، وهذا اول مره لهم. ان شاء الله السنه الجايه نقدم مستوى احسن نقدر نربح البطوله. ميرسي مازن. كمان سمعنا راي مازن النايمي. هيدي هي الاجواء بارض الملعب. يعني ما بعرف قد ايه بعد عندي وقت، اذا المخرج بيقدر يقول لي قد ايه بعد عندي وقت قبل ما اختم. قبل ما نختم فرحه كبيره، بركي معالي الوزير كمان بما انه قريب مني تقريبا بركي بناخذ رايه بنهايه الموسم. معاليك، يعني ما بأثر مضلة نهاية موسم بطولة لبنان لكرة السلة، كيف شفته كوزير شباب والرياضة؟ والله مثل ما تمنينا صار تقريبا، واللعبة كانت حلوة كثير وعم يحتفلوا وانتهت مثل ما انتهت كرة الطائرة والربحة واللعبة منيحة واللي فات. عم نتمنى انه توصل هالكرة السلة للعالمية. أنا منتخب لبنان مثل ما حكينا عنده غرب آسيا، إن شاء الله بيتأهل للأولمبيا. وأنت وعدت إنه رح يكون مدعوم قريباً المنتخب اللبناني. السنة الماضية دعمته والسنة رح أدعمه. أنا بدنا نشكرك أكيد لكل جهودك، بدنا نشكرك لكل جهودك معالي وزير الشباب والرياضة. الله يخليك، شكراً. نشكرك أكيد. يعني أجواء عم تكون صعبة شوي نقدر نتحرك بأرض الملعب. جمهور كبير. جمهور كبير مشاهدينا. اذا مشوارنا لسنه لموسم 2014-2015 عم ينتهي، مشوارنا عم ينتهي. بركي بناخذ كلمه سريعه من الاستاذ وليد نصار قبل ما نختم. وليد، يعني الموسم انتهى، شو بتحب تقول اخر كلمه قبل ما نختم على الهواء؟ يعني بكلمتين، مبروك لنادي بيبلوس، نادي هيدا العنيد اللي انا رهنت عليه من اول البطوله انه رح يوصل على الفينال ووصل على الفينال. بقى اليوم بالنسبة لإلي أنا البطولة خلصت. النادي الرياضي مبروك له، بطل لبنان. نادي بيبلوس هو وصيف بطل لبنان.
نحن بالنسبة لنا بالمشاركات الخارجية والمحلية رح يتمثل لبنان، الأندية لبنان بنادي الرياضي ونادي بيبلوس. بدي أنا أكيد أشكرك، بطل عندي وقت رح أختم، بشكرك نحسين. إذن مشاهدينا مشوارنا عم ينتهي نحن وياكم بموسم 2014-2015، بشكر كل يلي تابعوا معنا بطولة لبنان لكرة السلة كلها على شاشة ال بي سي. أنا كمان صار لازم أودعكم لأنه لازم أطير لشوف أولادي يلي بعد ما شفتهم كرمال كرة السلة. بشكر حسن المتابعة، بدي أودعكم إلى اللقاء.